ولان الظهر الحمد لله يا رب اللهم زيد، انا النهارده محظوظ. ليه بقى؟ لانه مش عشان هتكلم عن الجدري بتاع القرود خالص، بس لانه ضيفنا عبر الهاتف هو رجل بالتاكيد كلنا نحبه ونحترمه ونجله، وانا بشكل شخصي احبه جدا واحترمه جدا، خصوصا بعد المقابله اللي اجرتها معاه. مش عايز اسميها مجرد حوار، لانه كنت سعيد جدا ومتشرف بمقابله الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه. اهلا بيك يا دكتور. استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازي صحة حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم. دكتور عوض، يعني ناس كتير قاعدة عمالة بتتكلم على موضوع جدري القرود، وناس بدأت تتخض، وناس تقول الحق ده حصل إصابات في الدولة الفلانية في الدولة العلانية، حالة التأهب، هل ده هيبقى كورونا بتاع سنة 22-23 ولا إيه؟ أنا لا أتمنى هذا يا رب. وطبعا خير. كلنا لا نتمنى هذا طبعا سيادتك، كان في مرض زمان اسمه الجدري. وبس عايز اقول حاجه مهمه عشان ما حدش يتخض، في فرق بين الجدري والجديري. صح. الجديري ده مرض ابسط وبيجي كتير للاطفال. أيوه. وبيدي اعراض معينه وبيختفي الحمد لله وبيشفى معظم الحالات تماما يعني. مظبوط. الجدري ده مرض انتهى في العالم استاذ يوسف تقريبا سنه 80. حلو. وكان طبعا بيؤدي الى وباء شديد جدا واصابات شديده وفيات كثيره، وبعدين العالم استطاع انه يعمل تحصينات او لقاحات واختفى تماما من العالم. لكن فضل من حظ افريقيا ان فضل بؤره في وسط افريقيا وغرب افريقيا، خصوصا المناطق الممطره، ان في هذا الوباء او هذا الفيروس موجود في القرود، مش بس القرود الحقيقه، هو كمان بعض الحيوانات الاخرى اللي موجوده في المنطقه مصابه بهذا الفيروس. وكان في معظم الاحيان انتقال المرض بين الحيوانات وبعضها، لكن في بعض الاحيان القليله بينتقل الى الانسان. الانسان الحالات بتبقى بعض الاعراض اللي هي تماما زي الجدري البشري السابق، لكن نسب الوفيات فيها كانت ما بين 1 إلى 6% في المتوسط، وقد تصل إلى 10%. في الفترة اللي فاتت أصيب حالتين، أول حالتين تم رصدهم في العالم في المملكة المتحدة، والحالتين دول كانوا جايين من نيجيريا تحديدا، وكانوا على علاقة ببعض الحيوانات اللي موجودة في هذه المنطقة. ثم بدأت الحالات تتزايد، أكثر عدد حتى الآن في المملكة المتحدة، لكن هي النقطة إن الحالات موجودة في عدة دول وفي عدة قارات. طبعًا ما نقدرش نقول إنها وباء زي الكورونا حاليًا لأن الأعداد ما زالت قليلة، لكن طبعًا انتشار الحالات وبسرعة في عدة دول في آن واحد وعدة قارات هي دي اللي تستوجب الحذر والترقب والترصد. أعراضه بسيطة، لكن في الطفح بتاع الجلد اللي بيبقى مزعج الحقيقه، بيجي في الوجه ثم يجي في انحاء ثانيه الجسم. المرض معدي سواء بالملامسه الشخصيه او الاحتكاك، ويقال او رصد في حالات، في بعض الحالات فيها المثليين بيبقى فيهم النسبه اكثر نتيجه للاحتكاك. وكل افرازات الجسم المعديه بما فيها السوائل او الافرازات اللي بتطلع من النسور، حتى الاحتكاك بفرش او أدوات المريض ممكن تكون معدية. الحالات ما فيش علاج معين، علاج للأعراض. لسه بيجربوا أنواع أدوية الفيروسات اللي ممكن تنفع مع هذا الوباء، أو لا بلاش أقول وباء يعني بقى هذا المرض. وبعدين سيادتك التطعيمات في بعض الدول كان عندها مخزون استراتيجي من اللقاح بتاع السمول بوكس اللي هو المرض الأصلي الجدري بتاع بشر، لسه عندهم كميه، وبدا الناس تتكلم على نطلع بقى لقاح ونبدا نلقح الناس ضد هذا الفيروس. ده الموقف الحالي حاليا. كل يوم الاعداد بيزيد، كل يوم الدول اعدادها بيزيد، لكن هذا الوضع هو الوضع الوبائي القائم حاليا. طب دكتور عوض، يعني هل التحصين القديم اللي موجود ده بصرف النظر عن انه هم قدروا يحتفظوا بيه بشكل فاعل، هل هو بالفعل من الممكن انه يخلق نسبه تحصين ضد المرض بتاع جدري القرود؟ المحصنين قبل سنه 80
اللي هو لما كان وباء الجدري الأصلي البشري موجود يقال إن عندهم بعض المناعة ضد هذا المرض. يقال لا. لكن مش ثابت. لسه شوف كل دي بقى توقعات يعني بتعتمد على الأبحاث العلمية السابقة والحالية، لكن الكونكلوجن أو الوصول إلى قرارات نهائية حول هذا الموضوع كلها توقعات لسه. احتمالات، احتمال ما يحصلش، احتمال ما يجيش وباء، احتمال يبقى بسيط، احتمال يختفي، كل دي احتمالات قائمة جدا يعني. لكن كل اللي بيقول لحد دلوقتي انه لن يصل الى يعني مرحلة تشابه ما حدث مع الكورونا. طيب انا برضو يمكن يا فندم مشغول بحاجة، انه الحالتين اللي ظهروا الاول في المملكة المتحدة عن طريق 2 من المواطنين النيجيريين كان عندهم شكل من اشكال التعامل مع حيوانات او قرود فاصيبوا بهذا المرض ونقلوه معهم للمملكة المتحدة. هي مسألة انتشاره السريع في العالم ده ايه؟ هل من الممكن انه يكون مش بس انتشاره عن طريق الملامسة او العلاقات المباشرة، لكن ينتشر عبر الهواء او مياه الشرب او هو درجة الانتشار هذا الوباء لا تمثل الفيروسات الكورونا او فيروسات الانفلونزا او الفيروسات الاخرى التنفسية. وده ايضا بيدي اعراض تنفسية، لكن حدة الانتشار او عددها اقل بكثير جدا. يعني هنا الاحتكاك الجلدي او الاحتكاك المباشر او الاحتكاك مع المصاب المباشر هو مصدر العدوى الرئيسية في هذا المرض. وحتى كان موجود قبل كده ايضا في السمول بوكس اللي هو الجدري البشري. فالتوقعات مبنيه على هذه الفكره او قدره هذا الفيروس على الانتشار اقل حده واقل سرعه واقل عددا من الفيروسات الاخرى مثل الكورونا. ربنا يستر يا دكتور. يعني الشيء المبهج الوحيد ان احنا سمعنا صوت حضرتك وتشرفنا بهذه المكالمه يا دكتور. الف الف ان شاء الله وتبقى ازمه وتنتهي على خير يا رب. يا رب يا دكتور كل الشكر لحضرتك. الف الف شكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحيه والوقايه.